انا عايز اروح معاك يا كابتن للسؤال، بس عايز اجله لمرحله الناشئين والفريق الاول. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، ان مستر هاريس كان بيتفرج عليكم لما كنتوا بتلعبوا كلكم في ملعب مختار التتش. عايزين نعرف هل ممكن يكون في تنسيق في المرحله القادمه ان قطاع الناشئين او فرق او فريق الشباب او الفريق ال 99 2000 2001 هل ممكن يكونوا موجودين في ملعب مختار التتش الفتره القادمه، ومستر لساتي يبقى عنده فرصه اكبر ان هو يتفرج عليهم؟ انا عايز بس السؤال ده هساله حضرتك لكن لما نروح لملف قطاع الناشئين. لكن عايز اقول لحضرتك على ان الجيل الجديد يعني ما عاصرش حضرتك او الاجيال اللي فعلا كانت عندها ظروف صعبه، فدي يا كابتن تجربه حقيقيه حضرتك اتكلمت عليها وقلت ان احنا كنا يعني ورا نادي الزمالك بعدد نقاط كبيره وتفوقنا عليه، وبالتالي يا كابتن النادي الاهلي قادر على انه يعدي الكبوه وفي نفس الوقت ان هو ينافس بشكل قوي على الدوري الممتاز. يعني عايز اعرف بقى ايضا من حضرتك عدد المباريات الكبيره المؤجله، هل ممكن تكون ضغط على اللعيبه في خلال الفتره الحاليه؟ طبعا بعد خساره امبارح طبعا اكيد هتدي هزه شويه يعني، ولكن المفروض شخصيه النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي المفروض الحاجات دي بتعدي بسرعه. ما ينفعش اقف كتير قوي عليها يعني. ما ينفعش خسرت المباراه لازم افكر في اللي جاي، لان هو ده النادي الاهلي. صح، انت مش في اي نادي. لو نادي تاني هيهتز هينزل للدرجه الثانيه، لكن النادي الاهلي لا، مباراه وخسرت بتفكر في اللي جاي، بتفكر دايما في الاحسن، بتفكر دايما ايه السلبيات اللي كانت عندك عشان تقدر، او الاخطاء اللي كانت عندك عشان تقدر تصححها، عشان تقدر تكسب الماتشات اللي جايه. فانا رقم واحد لازم عشان نتلاشى كل ده عشان ترجع للمنافسه مره ثانيه، لازم شخصيه النادي الاهلي ترجع تاني باللعيبه. يعني لعيبه النادي الاهلي اللي موجودين دلوقتي صح، لازم يرجعوا شخصيه النادي الاهلي تاني. انت النهارده بتتعادل في ماتش الداخليه، كنت ممكن تكسب وكنت كسبان، وبعد كده يعني كنت مهزوم وبعد كده اتعادلت، فمش ده النادي الاهلي. اتغلبت من المقاولين امبارح، اتغلبت من بيراميدز. لا خلي بالك، السبحه لما بتفرط منك خلاص بتكر. انا مش عايز ده، لان مش ده النادي الاهلي. النادي الاهلي مش كده خالص يا عمر. والنادي الاهلي دايما عودنا على زي ما قلت لك تصحيح المسار، يعني دايما المفروض بترجع بسرعه. فترجع بسرعه ده لازم اللعيبه نفسهم رقم واحد، لازم اللعيبه الخمسه او سته اللعيبه الكبار هم زي ما قلت لك لازم يقعدوا مع بعض ويقعدوا مع اللعيبه الصغيره. في لعيبه جديده لسه داخله النادي الاهلي، في لعيبه مش مصدقه انها لسه في النادي الاهلي، يعني هي مش مصدقه انها لسه في النادي الاهلي. فلازم تبقى عارفه ان تيشيرت النادي الاهلي ده تقيل جدا، وتيشيرت لازم تبقى انت قد المسؤوليه عليه بشكل كبير وتحافظ عليه. مش مجرد انا باجي التمرين وبلعب ماتش وبروح وبخرج وعايش حياتي، لا، النادي الاهلي حاجه ثانيه خالص. النادي الاهلي التركيز ده في التعادل ما كناش بنخرج من البيت، احنا في التعادل ما كناش بنخرج والله عمر. يعني هو كابتن كان في سوشيال ميديا ولا كان في اعلام؟ في بقى الكلام ده خالص دلوقتي. تخيل حضرتك، انا بقارن ما بين فعلا، يمكن بسمع كتير من نجوم النادي الاهلي يقولوا لي احنا في التعادل ما كناش بنخرج. شتان الفارق ما بين الوقت اللي حضرتك كنت بتلعب فيه والوقت الحالي. الوقت الحالي المفروض ان السوشيال ميديا اكتر والاعلام اكتر، وبالتالي المباريات الاهلي يا كابتن متشافه في كل حته، على الفيسبوك، على الانستجرام، على كل حاجه. فازاي يا كابتن كنت يعني فعلا في التعادل ما كنتوش بتنزلوا، وازاي كنتوا يعني بتتعاملوا في المواقف دي؟ وعايز اسال حضرتك او توجه رساله للعيبه الصغيره، اللعيبه اللي لسه جايه النادي الاهلي، تطلب منها ايه او ايه اللي حضرتك تقوله لهم خلال الفتره اللي جايه؟ بص، يعني انت عندك واحد هيكون ضيف بعدي على طول، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن مصر طبعا، ترافولتا مصر، واحد من اللعيبه الجامده جدا اللي جت في تاريخ النادي الاهلي هيبقى موجود. اكيد مر زي بنفس الظروف، مروا كلهم مروا، بس زي ما قلت لك في لعيبه كبار تقدر تقف وتقدر تصحح المسار، بيقفوا بيتكاتفوا. حتى لو انا لعيب كبير ونجم وكل حاجه، بس لا، لازم احتضن لعيب صغير يبقى جنبي، يخرج معايا، يجي معايا، يروح معايا، ينزل معايا، اعيشه في الاجواء الضغط بتاع النادي الاهلي في كل حاجه. يعني في الفرح طبعا اكيد دايما هيبقى هو، طبعا ما انت مصوب تنزل الشارع بتبقى عارف، لو حد سلم عليك بتبقى فرحان، الناس بتبقى ماشيه عارفاك كويس. في الحزن كمان لازم تبقى قد المسؤوليه، يعني لازم تواجه الناس، لازم عندك شخصيه. ما هي دي اللي انا بقول لك عليه، في ناس مع الخساره بتهرب وبتقفل تليفوناتها وبتهرب وبتبقى خايفه. لا، انت ما تخافش، انت النادي الاهلي عودنا على كده، ما تخافش، نواجه. انت يعني طبعا لازم تواجه ولازم تبقى قد المسؤوليه، عشان كده بقول لك لازم تبقى قد المسؤوليه، لازم عندك شخصيه. فاللعيبه الصغيره دي لازم عشان تبقى تلعب في الفريق الاول وتستاهل انها تبقى موجوده في النادي الاهلي، يبقى عندها شخصيه النادي الاهلي، اللي هو خلاص انا اتعلمت ان انا اتغلبت الماتش اللي فات، لا، بكره الماتش الجاي هتلاقيني واحد تاني، في ثانيه الم نفسي بسرعه، لان انا لو سبت نفسي يا عمر الموضوع يعني صح، بيوسع، وده مش في النادي الاهلي، مش هينفع. في لعيبه كتير جدا 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 لعبت في النادي الاهلي،
في لعيبه علمت مع الناس كلها، مع الجماهير ومع الاعلام ومع كل حاجه، في لعيبه ما يعني ما اتقالش اسمها لان هي جت زياره، هي كان جاي فرحان ان هو في النادي الاهلي وبعد كده في الاخر مشي ما عملش اي تاريخ ولا عمل اي انجازات. فانا مش عايز دول، انا عايز اللعيبه اللي تيجي النادي الاهلي كلها وهو كلها الحمد لله محترمين وقد المسؤوليه، يبقى فعلا عندهم شخصيه النادي الاهلي، يعرف النادي الاهلي ما بتغلبش في اي لحظه، يعرف النادي الاهلي بيكسب لاخر لحظه، صح، بيلعب على المنافسه في اخر لحظه. النهارده في فرق 8 بونت لو هنفترض كده، لا لسه بدري جدا، لسه عندك عدد مباريات كتير جدا جدا جدا، انت عندك ماتشين بس مع الزمالك ب6 بونت. تقدر النهارده لو انت قادر انك تكسب الماتشين دول هتكسبهم، مفيش اي مشكله خالص خالص، لان ماتشات الاهلي والزمالك تعرف ملهاش مقاييس يعني طبعا. فهو النهارده يبقى عندك حافز النهارده ان انت عندك ماتشين مع المنافس خلاص. بعد كده هيبقى في 2 بونت طبعا، قريبه الدنيا قريبه، لسه مش بعيده. ما اقدرش اجزم لك ان النهارده النادي الاهلي راح منه الدوري، ما ينفعش، لان في بالحسابات كلها لسه فاضل 17 ماتش او اكتر، 18 او 20 ماتش حاجه كده. فانت لسه بتتكلم في راوند كبير جدا جدا جدا، ولسه مشوار طويل قوي، احنا من هنا لغايه شهر 8 يعني، يعني لسه مشوار كبير قوي يعني.